سنقوم الآن بوضع نموذج المحاكاة للمعادلات الظاهرة أمامنا وهي التي تمثل نظام هندسي لنظام نظام تحكم الانتقال من المحاور الثلاثية الطور إلى محاور نظام المحاور العامد. VQ هي تمثل إشارة المحور العمودي و VD تمثل إشارة المحور المباشر و VO تمثل المركبة الصفرية. QR المركبة العمودية و DR المركبة المباشرة. V1 هي عبارة عن المنبع الأول، V2 المنبع الثاني، V3 المنبع الثالث. كوساين تيتا و ساين تيتا عبارة عن ساين كوساين الزوايا. VQ هي VQ الناتجة عن المعادلة الأولى، و VD هي VD الناتجة من المعادلة الثانية. سنقوم بتمثيل هذه النموذج بالطريقة التقليدية، ومن ثم سننتقل للتعبير عنها بطريقة جديدة لمعرفة والتعرف على العناصر الهامة التي تتيحها بيئة الماتلاب وبيئة المحاكاة في الماتلاب. من أجل ذلك سأقوم بإضافة ثلاث منابع إشارة جيبية، ثلاث منابع إشارة جيبية، وبعد ذلك سأضيف عنصر الجمع. كذلك سأقوم بإضافة جين، وكذلك سأقوم بإضافة عنصر النهار سكوب. لاحظ الآن هذا النموذج يحوي كافة العناصر التي أحتاجها لنمثلها الصيام. نلاحظ المنابع الثلاثة ثم تمثل في نظم الهندسة الكهربائية نظام ثلاثي الطور، وقد تمثل أمور أخرى في الأنظمة الأخرى. نلاحظ بناء على المعادلة الأولى، المعادلة نلاحظ ثلاث حدود. الحد الأول 2V1 V2 و V3 تقسيم 3. المعاملة الإشارة الأولى تقريبا اثنان، أقوم بضرب الإشارة من اثنان وإدخالها إلى الجمع، أما الإشارة الثانية فهي مباشرة يتم طرحها، الإشارة الثالثة يتم طرحها أيضا بشكل مباشر. بعد ذلك سأقوم بتقسيم الإشارة الناتجة هذه الإشارة، سيتم تقسيمها على الرقم 3، وبالتالي أحصل على الإشارة V. إنها الإشارة الأولى VQ. يجب أن أقوم بالأمر بنفس الطريقة من أجل المعادلة الثانية وهي V3 ناقص V2 على جذر 3، بوضع عنصر الجمع. هنا لدي فقط حدين، V3 ناقص V2 جذر 3، فأقوم لأجل ذلك بوضع أيضا عنصر تكبير 1² جذر 3، وسأظهر أيضا الإشارة على رأس الإشارة الجديد. ومن أجل المعادلة الثالثة أيضا سأختار جمع الثلاث إشارات وتقسيمها على الرقم 3، سأقوم
ألف بطريقة مشابهة، ولكن هنا ستكون جميع المداخل هذا الصندوق موجبة. سأقوم بتقسيم هذه القيمة على الرقم 3، وبهذه الطريقة أكون قد حصلت على المعادلات، على نتائج المعادلات الثلاثة الأولى. الآن من أجل تمثيل هذه المعادلات سأقوم بإضافة صندوق الضرب product سأقوم بوضع فرضية، وهي أن هذا المنبع يمثل لاحظوا الآن من أجل إظهار إشارة QR سأقوم بضرب VQ بكوساين تيتا. VQ هنا حصلت على VQ، هنا VD، هنا حصلت على VO. سأقوم بضرب VQ بكوساين تيتا، وأيضا سأقوم بضرب VD بساين تيتا. سأقوم بجمع أو طرح هذين الحدين تبعا للمعادلة الواصفة للنظام، المعادلة الواصفة طرح. سأقوم بجمع هذه والطرح هنا، وسأقوم بوضع راسم إشارة جديد، وبالتالي سأقوم قد حصلت الآن على QR. وبنفس الطريقة بإمكاني القيام بوضع نموذج بوضع الصناديق من أجل DR. لاحظوا معي أن هذه الطريقة أصبحت تحمل كثير من الصناديق، وأصبح هناك تعقيد كبير في النموذج، فعادة هذه المعادلات تكون لا تمثل أكثر من ربع أو خمس النظام المدروس. ومن أجل ذلك دعونا نرى كيف يمكن تمثيل هذه المعادلات بطريقة أبسط من هذه المبينة أمامنا. لو توجهنا عدنا إلى مكتبة المحاكاة، نلاحظ undefined function، هناك تابع، هناك صندوق يسمى FCN اختصارا لfunction، سأقوم بإضافته إلى هذا النموذج، وسأقوم بوضع ثلاث منابع جيبية هذه المنابع، نفس المنابع التي قمت بوضعها سابقا في بداية نموذج العمل. الآن سأقوم بالعودة إلى المكتبة واختيار عنصر صندوق ماكس، سأقوم أيضا بإضافته إلى النموذج. الآن هذا الصندوق سأجعل عدد مداخل الإشارة 3،
الإشارة الأولى هي يو واحد، والإشارة الثانية هي يو اثنين، والإشارة الثالثة هي يو ثلاثة. سأقوم بوضع هذا الصندوق. لاحظوا معي، سأقوم بكتابة المعادلة بشكل مباشر. 2 ضرب يو واحد، يو واحد تمثل المدخل الأول لعنصر لصندوق ماكس، ناقص يو 2 وهو المدخل الثاني، ناقص يو 3 وهو المدخل الثالث. سأقوم بتقسيمها على الرقم 3. وبهذه الطريقة حصلت بشكل مباشر على إشارة على في كيو. مباشرة سأقوم بضرب بأخذ هذا الصندوق ونصفه. سأقوم بالعمل هنا في كيو. قمت بوضع هذا الاسم مسبقا. سأقوم بوضع في كيو واحد هنا، في دي واحد. سأقوم بدخول وتغيير هذه المعادلة، تصبح يو ناقص يو اثنين زائد يو ثلاثة تقسيم سكوير ثلاثة. بنفس الطريقة سأحصل على المركبة الثالثة. هنا سأضع يو واحد زائد يو اثنين زائد يو ثلاثة. سأقوم بتقسيم كافة الحدود على الرقم الحد على رقم ثلاثة. الآن يمكنني إظهار نتائج إن أردت، أو يمكنني أن أتابع بوضع بوضع صندوق من نوع ماكس. أيضا هنا يكون له 4 مداخل، المدخل الأول سيكون عبارة عن في كيو، الثالث عبارة عن في كيو، والمدخل الرابع هو عبارة عن في دي. المدخلين الأول والثاني سأقوم بجعلهما إشارة الكوساين وإشارة الكوساين وإشارة الساين. الآن سأقوم بنفس الطريقة بوضع فانكشن جديد، هذا الفانكشن هنا، وسأقوم بوضع آخر. سأقوم بوضع المعادلتين DR و QR، وبالتالي سأحصل على نفس النتائج التي حصلت عليها من هذا النموذج. لاحظوا معي، الآن أصبح بإمكاني أن أقوم بكتابة المعادلة مهما كانت معقدة بشكل مباشر في هذا الصندوق، صندوق function، وإظهار النتائج. نلاحظ هذه الإشارة بقيت دون حاجة إليها، لا حاجة إليها. بإمكاني استخدام الصندوق terminator من أجل هذه الإشارة. يكفي أن أقوم بوضعها بهذه الطريقة. الآن لو قمت بتشغيل النموذج